يعني ما زلنا بنتابع معكم كمان مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو اللي بيتقدم فيها منتخبنا الوطني ب2-0. حقق طبعا تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 3 والهدف الثاني في الدقيقة 7، وده طبعا بيأهلنا الحقيقة بشكل كويس جدا لكأس العالم، وخصوصا لما نروح نقابل غينيا بيساو. خليني أخذ مزيد من التفاصيل مع الناقد الرياضي بجريدة الوطن محمد يحيى. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير على حضرتك. يعني خلينا ناخدك سريعا قبل بداية الشوط الثاني ونقول إنه أول مرة نشوف المنتخب يعني بينزل بخطة هجومية، فكرتنا كده بكابتن حسن شحاتة، يبدو إنه حسام حسن ماشي على نفس النهج. بصي يعني خلينا الأول نقول يعني إن شاء الله ربنا يكملها على خير يا رب، المنتخب بإذن الله يخلص المباراة دي بنتيجة أكبر من كده كمان وأكتر من كده علشان نقدر احنا اكيد مش بنقاطع، بس احنا فرحانين جدا يعني. ان شاء الله باذن الله ربنا يكملها على خير. وعايز اقول لك كابتن حسام حسن بصراحه الراجل ده الراجل المناسب في المكان المناسب، لان كم الضغط اللي بيتعرض ليه كبير جدا، تصدير مشاكل، ان عنده خلاف مع لعيبه، ان عنده بتاع اي صحيح. مدرب طيب تاني. طيب علشان الوقت وانا عارفه ان انت هتتفرج سريع، يعني انا متاكده خلينا من الخلافات، خلينا نتكلم على اللي حاصل دلوقتي. اولا جمهور عريض جدا، خليني اقول التالق اللي موجود فيه تريزيجيه، كنت تتوقع هذا التالق ويحقق الهدفين؟ لا بصي تريزيجيه اتغير مركزه النهارده، تريزيجيه المفروض ان هو بيلعب جناح ناحيه الشمال، ولكن النهارده كابتن حسام بسبب الاصابه بتاعت احمد فتوح وعدم جاهزيه اي لاعب تاني اضطر انه يلعب بتريزيجيه ناحيه الشمال كباك شمال او كوينج باك شمال، يعني هو غير طريقه اللعب تماما، بدل ما كنا بنلعب باربع لعيبه مدافعين بقينا بنلعب بثلاثه بس، مع الاثنين اللي في وسط الملعب اللي هم تريزيجيه ومحمد هاني بيغطوا ناحيه الباك رايت والباك ليفت. فبالتالي هنا يعني كابتن حسام عمل تغييره جابت ثمارها، ان تريزيجيه رغم تغييره مركزه بيسجل هدفين النهارده، والثقه الكبيره اللي هو واخدها من كابتن حسام من بدايه تعيينه اتكلم عليه كويس جدا، وكان معاه في المؤتمر الصحفي قبل المباراه. فتريزيجيه النهارده بيرد الجميل ليه بيرد بشكل حسام. طيب كنت تتوقع يعني فكره، احنا دايما احنا كجمهور بقى يعني خليني اتكلم بلسان الجمهور، احنا كجمهور كنا يعني بنقعد ندعي ونتمنى على بس كوره يبقى فيها هجوم، لكن الحقيقه المنتخب فاجئنا يعني في خطه هجوميه مختلفه. خليني اقول لحضرتك ان الجمهور، تواجد الجمهور المصري زي ما حضرتك بتكلمي بلسانه، تواجد الجمهور النهارده بالكثافه الكبيره دي ما شفناهوش من فتره كبيره. صحيح. استاد القاهره الملعب الرسمي بتاع منتخب مصر، فبالتالي هنا اللعيبه بتستعيد روحها مره ثانيه، عشان كده لعبت بروح النهارده، شفنا اللعيبه عايزه تروح للجون اكتر، رغم ان احنا مسجلين هدفين ولكن مضيعين حوالي ثلاث او اربع اهداف ثانيين. وعشان كده بقول لك ان احنا الشوط الثاني هنقدر عندنا فرص ضائعه فعلا كثيره كانت. محمد صلاح كان عنده كورتين، امام عاشور اكتر من لاعب كان عنده فرص ان هو يسجل، ولكن زي ما بقول لحضرتك الروح بتاعه الجمهور هي السر في قوه منتخب مصر النهارده وتغير شكل منتخب مصر للاحسن. التالق اللي فيه امام عاشور وزيزو والحقيقه اكتر من حد، انت شايف انه ايضا هو ده مكسب فكره الهجوم ومكسب فكره انه الدنيا مختلفه يعني؟ لا مكسب فكره كابتن حسام حسن اللي دافع عن فكرته وافكاره ان هو يلعب باللعيبه دي، انه عمل معسكر بدري فقدر ان هو يعمل تجانس وانسجام ما بين اللعيبه دي وبعضها، عشان نقدر منتخب مصر الحلم الاكبر بالنسبه لنا هو كاس العالم. فطبعا الفوز النهارده بيقربنا خطوه، ان شاء الله الفوز يوم الاثنين على غينيا بيساو يقربنا خطوتين ثلاثه ان شاء الله، لان النتائج كمان بتاعه المجموعه ماشيه في صالح منتخب مصر الحمد لله، ان احنا نضمن مبكرا التاهل لكاس العالم 2026 ان شاء الله. اكيد اكيد نتمنى الخير ونتمنى ان النتيجه ان شاء الله تكون اكتر من كده في الصوت الثاني. كابتن محمد يحيى الناقد الرياضي بجريده الوطن، اشكرك شكرا جزيلا. اكيد كلنا انتم متابعين هيبدا الصوت الثاني، وان شاء الله منتظرين يعني بهذا الهجوم والتالق والحماس اللي موجود من اللعيبه كابتن حسام حسن، وطبعا الجمهور العظيم المحترم اللي واقف ورا المنتخب في كل مكان.